وهو نقدر نقوله فوز المغرب بتنظيم كأس العالم في ملف مشترك ما بين مع إسبانيا والبرتغال. صحيح، وما أدرك ما كأس العالم وتنظيم كأس العالم، هذا حلم راود المغرب منذ سنة 1994. نعم. وتحقق أو سيتحقق في سنة 2030. لاحظي هذه المسافة كلها، والمغرب كان دائما يعني يلح ويلح ويدق أبواب العالمية، وتحقق له ذلك بفضل السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة على مستوى الرياضة وعلى مستوى أيضا الدبلوماسية الرياضية. ما نساوش أن الدبلوماسية كأس العالم لا تنظم يعني بأشياء رياضية محضة، ولكن أيضا هناك دبلوماسية، هناك علاقات، هناك أيضا يعني عمل يكون في الخفاء على مستوى يعني التكتيك والاستراتيجية المرسومة. بالتالي المغرب نجح في ذلك وتمكن من يعني الظفر بهذا الحلم وبهذا يعني الشرف، شرف عظيم جدا أن يكون المغرب يعني من ضمن البلدان التي ستنظم كأس العالم. وأعتقد أنه منذ الإعلان الآن على أن المغرب سينظم، بدون شك على أن الأسهم دياله في بورصة الرياضة، نعم، ترتفع المنشآت في بورصة التنظيم، يعني انتقلت ربما من 90% كما كانت ربما إلى أكثر من 180% وأكثر من ذلك، على اعتبار أنه الآن يعني أصبح نقطة جذب للمستثمرين وأيضا للفاعلين ولمجموعة من الشركاء الذين ينشطون في هذا المجال، المجال الرياضي. نعم. يعني لنا بهذا التنظيم، وأعتقد ريم هذا التنظيم هو ثمر لمجهودات بذلت على جميع المستويات. أولا بذلت على المستوى الكروي، ولاحظنا في السنوات الأخيرة ما تحقق على مستوى المنتخب المغربي إناثا وذكورا، نعم، على ما تحقق على مستوى الأندية الوطنية وعودتها إلى الساحة الإفريقية والتألق من جديد. أيضا يعني الإنجازات التي تحققت على مستوى المنتخبات بكافة يعني أعمارها. وبالتالي يمكن أن نقول على أنه هذا الشق الرياضي نجحنا فيه بشكل كبير. يعني نجحنا أولا بفضل العمل الجبار، العمل الجاد، بفضل أيضا ثقة في أطرنا الوطنية، وأيضا ثقة أيضا في لاعبين سواء الذين يمارسون هنا أو الذين يمارسون في مختلف الدوريات الأوروبية. الشق الثاني ريم هو الشق الخاص بالمنشآت الرياضية. نعم. وتنعرفوا على أنه المغرب في يعني منذ الآن يعني منحوا شرف تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025، فقد نعم. قدم ملفا فيه 169 صفحة، وفيه أيضا 6 ملاعب ممكن تكون جاهزة من غدا. نعم. وفيه 14 ملعب للتدريب، بالإضافة إلى ملعب الحكام، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المنشآت الرياضية. نضيف على ذلك على أنه هناك شبكة يعني طرق سيارة من نوع ممتاز، الفندقة، شبكة الاتصالات، فندقة من نوع الممتاز. نعم. يعني تنوع حضاري، تنوع مناخي، يعني قل ما شئت على مستوى الجغرافي وعلى مستوى المناخ وعلى مستوى التضاريس. إذن هذا الجانب إذا ضفناه أيضا على الجانب ديال التنظيم المحكم الذي أصبح المغرب يعني بشهادة الجميع أنه يحظى بشرف تنظيم كبرى التظاهرات. نعم. ماشي فقط نظمنا غير الرياضة ريم، ولكن رياضة تظاهرات عالمية جدا. نظمنا كوب 22 مؤخرا، سننظم بعد أيام يعني مؤتمر كبير جدا لصندوق النقد الدولي وايضا للبنك الدولي بمدينه مراكش. نظمنا 3 مرات كاس العالم للانديه، اخرها اخذنا فيها شهاده الاعتراف والاستحقاق من طرف الفيفا. نظمنا ايضا كاس افريقيا الشان، نظمنا كاس افريقيا خاصه بالسيدات، نظمنا ايضا مباريات دوليه كثيره. اكثر من ذلك فتحنا منشاتنا لتقريبا 13 منتخبا افريقيا كانوا ياتون هنا للمغرب للاستفادة من منشآتي، وبالتالي اللعب مباراة رسمية بعدما يعني أغلقت المركبات مركباتهم وأيضا الملاعب لهم لعدم استجابتها للمعايير الدولية. إذن كل هذه الأشياء، كل هذا الزخم، كل هذا التاريخ، كل هذه الأشياء ما نساوش أين نحن أمة كرة القدم باستحقاق من نعم. من قديم الزمان. أنا دائما نقول تنقول نحن شعب نتنفس كرة قدم. نعم، نستحق عن جدل واستحقاق
هذا التنظيم وهذا الاعتراف من المنتظم الدولي بأحقية المغرب على أن يكون يعني يتسيد إفريقيا وأن يكون من ضمن البلدان الذين سيحضرون بشرف تنظيم هذا العرس العالم. نعم كنعرفوا عديل على أن منين إسبانيا خدت شرف تنظيم كأس العالم كنظن في الستينات كانت واحد النقلة نوعية وكان ارتفاع أسهمها في العالم وأيضا كانت نقلة نوعية في المجال الرياضي. فأكيد إن شاء الله إحنا مقبلين على كأس الأمم الإفريقية 2025 وإن شاء الله أكيد هذا الشيء ممكن إليه يكون إضافات كبيرة سواء في المجال التسيير سواء في مجال السياحة وأيضا على المجال الرياضي. تتعرفي أهريم أنه تنظيم كأس العالم تعطيك نسبة نمو نعم 6% يعني في يعني في ضربة واحدة بمعنى أنه ينتقل المؤشر من 2 كذا إلى أكثر من 8% ولا 9%. فهذا ماشي بالشيء سهل، راه الرياضة لم تعد تنافسا رياضيا ولم تعد نتائج وأرقام ولكن هي رافعة اقتصادية ومورد مالي مهم جدا. نعم. مهم جدا، أقول مهم جدا لأنه بحال ذكرتي 82 كيف كانت قبل 82 الجارة إسبانيا وكيف تحولت بعد تنظيم المونديال وغيرها من الدول التي نظمت كأس العالم. معنى ذلك أنه تنظيم كأس العالم ليس فقط رياضة وأرقام ونتائج وكأس العالم ورفع الكأس ولكن هي أشياء أخرى، يعني هي يعني رفع النمو الداخلي بنسبة كبيرة، هي أيضا منطقة جذب للاستثمارات الأجنبية، هي أيضا رؤوس أموال تأتيك من خارج وأيضا من الداخل استثمارها على المستوى الرياضي. هناك أيضا تحرك عجلة الاقتصاد برمته على جميع المستويات. فيعني كأس العالم هو يعني ربما أنه يعني يمكن نقوله أنه فرصة من أجل الدفع بالعجلة الاقتصادية نحو الأمام ورفعها إلى مستويات كبرى إن شاء الله. شكرا أكيد مع زملاء قطاع الرياضة غادي يكون عندكم أنتم اللقاءات أكيد مع الناس مختصين المجالات المجال أيضا الحديث أكثر وتعمق أكثر في هذا الشرف ديال الاحتضان من دابا حتى 2030 سنعيش أعراسا رياضية إن شاء الله وسنعيش كأس العالم قبل بدايتها إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. المغرب راه بلد الكره، يعني بلد الكره يعني عن جداره واستحقاق، وبالتالي سنعيش هذه الافراح من دابا ان شاء الله والى غايه حلول اولى مباريات كاس العالم 2030. نعم، واليوم ايضا الناخب الوطني وليد الركراكي اعلن على اللائحه الرسميه للمنتخب الوطني اللي خصوصا المباراتين اللي غادي يكون فيهم الكوت ديفوار وليبيريا. ياك عادل صحيح، فيها الحضور العوده ديال زياش. نعم، حكي زياش كان يعاني من انزعاجات صحيه خاصه عضليه، الشيء اللي ما خلاش يلعب حتى البارح مع غلطه سراي. نعم. الفريق ديالو واللي ربحوا بالمناسبه مانشستر يونايتد ربحوا مانشستر يونايتد الان في اللائحه الجديده تم استدعاءه وتم الغياب ديال شديرة حمد الله بالتالي لدواعي مختلفة، إما الاختيارات أو ربما لمجموعة من الأشياء يريد وليد الركراكي أن يحدثها في المنتخب الوطني المغربي. جوج ديال المباريات غادي يكونوا أمام المنتخب المغربي، الأولى يوم 14 في هذا الشهر بمدينة أكادير ضد منتخب ليبيريا. نعم، هذا المباراة اللي بقت لنا واللي كانت تأجلت بسبب زلزال الحوز. والمباراة الثانية هي المباراة اللي غتكون ودية إعدادية وتكون يوم 17 هذا الشهر أيضا، غتكون بمدينة أبيجان عاصمة الكوت ديفوار. نعم. وغتكون ضد منتخب الكوت ديفوار، وهذه المباريات أيضا المهمة، مباريات اللي غتكون محك حقيقي للمنتخب الوطني المغربي وهو مقبل على كأس أمم أفريقيا. نذكر وأنت في البرنامج ديالك من عندك في دار الفتحة على أنه يوم 12 في هذا الشهر أيضا في أبيجان غيكون قرعة تحت قرعة كأس أمم إفريقيا، وبالتالي غيتعرف المنتخب الوطني المغربي على الخصوم ديالو خلال نهائيات. نعم. كأس إفريقيا اللي غادي تقام إن شاء الله أيضا بالكوت ديفوار مطلع السنة القادمة ما بين 12 يناير
24 من شهر فبراير المقبلين سنة 2024 إن شاء الله. والجميل في الأمر عادل باش نختمو، الحمد لله ولينا الآن تنتفرجوا في مباراة كرة القدم، الحمد لله كتكون النتيجة إيجابية وكتكون فرجة كروية، أصبحنا نستمتع بالتيكي تاكا ديال المنتخب الوطني. ولات هوية عندنا، ولات المنتخب الوطني المغربي عنده هوية، ولينا أيضا وليت نعرفوا حتى المراكز. واحد الوقت كنا سابقا كنا تنعرفوا مثلا المكان 86، كنا تنعرفوا التيمومي، تنعرفوا الدولمي، تنعرفوا بياس، تنعرفوا يعني بودربالة، تنعرفوا اللاعبين يعني ال11 نعرفوهم. يعني لو وقع شي تغيير تيوقع تغيير غير بسبب الإصابة أو بسبب يعني الإنذارات أو بسبب آخر. الآن غاديين الآن في ذاك الطريق، ولينا الويدريك اللي ترجعنا الهوية ديال المنتخب الوطني المغربي على أساس أن تكون له هوية وأن يكون له يعني ما يعرف بلوساتير باللغة الفرنسية، يعني اللاعبين المفاتيح واللاعبين الأساسيين اللي هما تشكلوا يعني القاعدة ديال المنتخب الوطني. وهذا هو الشيء اللي قلنا فيه الآن، تسمع حكيم زياش، تسمع حكيمي، تسمع أيضا الصابري، تسمع أوناحي، أمرابط، بونو، يعني هاد اللاعبين تعودنا الآن عليهم وتعودنا على المراكز ديالهم. هذا الآن هو سر التألق والنجاح ديال المنتخب الوطني المغربي. اللي قبل كنا التغييرات وكثر التشكيلات وكثر كذا بعد المرات كان المراكز تيتبدلوا، الأسماء ما بقيناش عارفين حتى شكون اللي كان كيلعب في المنتخب. تماما الآن أمور يعني الحمد لله بوصول ريدك باقي ويعني ومعرفته الدقيقة باللاعبين، فتمكن على أنه يحدث هذه الهوية وأيضا يحدث واحد البصمة ديالو على مستوى المنتخب الوطني. وشاهدنا كيفاش كان في كأس العالم، وإن شاء الله غادي نشاهدوا إن الآن كل شيء مطالب، يعني كل شيء يطالب المنتخب بالفوز بكأس إفريقيا الأمم إن شاء الله، إن شاء الله ونجيبوها نقدروا نجيبوها عادل. وخا الكل كيقولوا اللاعب مع المنتخبات الأوروبية ماشي هو اللاعب مع المنتخبات الإفريقية، ماشي نفس الطريقة ديال اللاعب. شوف صحيح انه ما كاينش نفس الطريقه، ولكن كاين الرغبه. لما تكون عندك الرغبه وتتلعب برجوله وعندك واحد الهدف واحد الطموح وانك تبلل القميص من اجل هدف معين ومن اجل ان يعني ان تسعد اولا تعرف ان الجمهور اللي غادي يكون موراك والجمهور اللي غيكون حاضر تتسعدوا بديك الطريقه، ترى بدون شك على ان كره تتولي عندك ماشي واخا تكون ماشي طقس حار ولا تكون رطوبه ولا تكون الخط يكون كما بغى يكون. راه شفناه كيفاش كانوا الخصوم عندنا، راه ما غيكونش اقل من الخصوم اللي واجهناهم في كاس العالم. صحيح انه كاين هناك يعني اجواء اخرى تحيط بالمنافسات الافريقيه، ولكن سنتعود عليها وسندخل في ان شاء الله في اجوائها، وبالتالي إن شاء الله سنتاقلم مع هذه الاجواء وسيكون ان شاء الله خير في في, في يعني في المباريات ديال الكوت ديفوار ان شاء الله في كاس امم افريقيا. نقول في الاخير اللهم بارك، اللهم الحمد بارك. لله اخبار جميله الاسبوع كنسمعوها ان شاء الله توفيق المنتخب. ايضا غادي تكونوا اكيد الاذاعه الوطنيه غادي تكون حاضره سواء في مباريات المباراتين ما بين ضد ليبيريا وضد ايضا الكوت ديفوار. الاذاعه الوطنيه صحيح. غادي تكون ان شاء الله لتماك، هي دائما كانت قلب الحدث ودائما يعني دائما هي مع المستمعين ديالها، وايضا تقربهم من كل صغيره وكبيره خاصه لما يتعلق الامر بالمنتخب الوطني المغربي. سنكون ان شاء الله حاضرين في الكوت ديفوار في ابيجو، وسنكون ان شاء الله حاضرين بمدينه اكادير في المباراه ديال منتخب ليبيريا من تقريب لتقريب المستمع والجمهور من يعني الاشياء التي تحيط بالمنتخب الوطني المغربي وايضا بالاجواء داخل المنتخب الوطني المغربي ان شاء الله. شكرا لك جزيلا عادل العلوي دائما لتلبيه دعوه البرنامج، شكرا لك على تقاسم معنا هذه الفرحه وايضا مع كل مستمعين برنامج توب ايتوال. وانا احييك لان اهتمامك كبير بالرياضه، وديما طلعت فيك على انك دائما تفتحي نافذات من اجل الحديث عن الرياضه، وهذا شيء ايجابي يعني هذه طاقه ايجابيه عندك في البرنامج، فبالتالي يعني دائما تكون البرنامج ديالك محطه اهتمام من طرف الجميع، لان تكون فيه ديما ديك النويطات الخاصين ب الرياضة وبأخبار الرياضي. شكرا لك يا ريم. شكرا. والمغاربة كلهم كيعشقوا الرياضة على العموم وكرة القدم على الخصوص. شكرا لك عادل العلوي حبل. شكرا.